السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبيباتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة ان شاء الله هنشوف المرحلة التانية من الوحدات مثبت الكروشيه مع بعض. المرحلة التانية منها كنت عملت فيديو بالمرحلة الاولى اللي هو كان الشغل كله هاند ميد يدوي، والعصيان كانت خشب. المرة دي انا جايبه لكم المقاسين اللي بيتصنعوا. المرة دي شغل كمبيوتر، ده الوش، ده مقاس ال30 وده ال40. انا حطهم لكم على بعض عشان يبان الفرق بينهم الشكل ده. وده الظهر، تمام. العصيان بقى الحديد، طبعا هي متينة اكتر من الخشب لان الخشب مهما كان هو خشب ورفيع يعني. طبعا هي اللوح الواحد بيكون معاه 10 من العصيان دي، اللي عايز يزود بيزود بالطلب، واللي عايز خشب بيبلغني قبلها وبيكون ده بالاتفاق. يعني الأصل مع اللوح 10 حديد، اللي عايز خشب بيقول لي قبلها، يعني بيأكد عليا ان هو عايز الخشب، واللي عايز أعداد أكتر بيكون بالطلب. طبعا عارفين بنحطها كده، والحديد ده مجلفن مش بيصدي من المية ولا اي حاجة. زي ما احنا شايفين العصيان بتتحط هنا، ده المكان بتاعها، تمام. واللي عنده اي استفسار يقدر يكتبولي في التعليقات، وهتلاقوا رابط الجروب اللي بنبيع عليه مثبت الكروشيه دوت تحت الفيديو. اللي عايز يتواصل معايا يعني يدخل لي على الجروب. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وحاجة جديدة. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.